مساء الخير على كل مشاهدي مشاهدين مهارات عظيمة من خلال قناة الأهلي. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفات بناء على طلب حضراتكم، بسيطة وخفيفة وبدائل لحاجات إحنا ممكن نكون بنعملها وإحنا شغالين برضو هنتكلم عنها باستفاضة. لكن اسمحوا لنا النهاردة إن إحنا هنعمل وصفة من الوصفات الجميلة المحببة لأصدقائنا اللي بيحبوا الحاجات اللي مش مقلية. يعني هنشتغل نعمل صدور دجاج كده لطيفة، تتبيلة حلوة وبسيطة ليها، تستو حلو، ولكن هنستخدم الشوفان وهندخلها الفرن عشان القلي نبتعد شوية عن المقليات. طبعا اللي عنده اير فراير يقدر يتعامل في الوصفة دي بكل سهولة وتظبطوها. هي ليها ظبطة، وطبعا رشة الزيت دي مهمة، بخاخ كده رشة زيت، وفي دلوقتي ازايز زيت بالبخاخ جاهزة او بخة زيت بس وتتحط في الاير فراير وتبقى على درجة حرارة 200، تطلع لونها جميل وبسيطة وحلوة. او البديل لو ما فيش يبقى الفرن ان شاء الله. طيب عندنا صدور الدجاج دي هنعملها بالشوفان. هنقول كده الوصفة مع حضراتكم نبدأ نشتغل فيها شوية شوية. عندي نص كيلو من صدور الدجاج، انا جايبة النهاردة صدور دجاج كاملة وهقطعها مع حضراتكم عشان يبقى فيه تخانة شوية في الصدر واحنا بنشتغل، عشان برضو ما يبقاش الصدور البانية اللي احنا بنستخدمها للبانية ما تنفعش في الوصفة دي لانها بتبقى رقيقة قوي ورفيعة عشان ما ينشفش. طيب عندي بصلاية مبشورة، عندي ربع كوباية من الزبادي، معلقة صغيرة من المستردة، معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من البابريكا، ملح وفلفل. طيب التغليف هغلف بإيه؟ هغلف بكوبايتين من الشوفان الكامل أو كوباية من الشوفان المطحون، وعندي بيض هتعامل على الشوفان ده على إنه البقسماط بتاعي بديل للبقسماط. كده إحنا إن شاء الله متفقين. بسم الله. طيب هناخد نلبس كده الجلافز ونبدا نقطع مع حضراتكم الصدور. انا يعني بصراحه بجيب الصدور كده برده في البيت يعني ايه، بحب ان انا اقطعها بنفسي عشان السمكه دي ترجع لكم. عايزين تدقوها شويه، تتحكموا فيها شويه، مفيش مشكله. بصوا الصدر هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، دي بتاعه الاستريبس اللي هي التشيكن ستريبس اللي هي ايه، اللي هي بنعمل منها الاستريبس اهي، الجزء ده تلاقوه كده والصدر كامل. فانا برضو باخده لوحده يعني بقطعها لوحدها بستفيد منها برضو، ماشي الكلام. بيتبقى الصدر كده بعد ما اتفرد. هاخد بقى انا سكينه كبيره، يا رب بس تبقى حاميه وكويسه. وممكن اعمله على اتنين مثلا. خلاص انا هدخله فرن، والفرن ان شاء الله هيسويه معايا بشكل حلو اهو كده حلو، يبقى جميل جدا. التخانة دي كويسة قوي. هناخد هنا كده كمان هنفصل الاستريبس اهي. على فكرة تقدروا لما تجيبوا فراخ وتيجوا عايزين تعملوها كده ممكن تفصلوا الستريبس دي تبقى لوحدها وتستخدموها لوحدها في وصفة ستريبس سريعة وتعملوها برضو صحية، ماشي. أنا بس عشان هسويه في الفرن. في ناس كتير كانت لما بتلجأ للفراخ المقرمشة وتيجي تعملها فتقول لك إيه، ما استوتش معايا بره بس خدت لون. لو في الحالة دي بنحط بقيتها في الفرن، يعني بندخلها الفرن عشان تكمل التسوية بتاعتها. ممكن بقى ناخد دي كده نصين كده. ممكن بقى نتكلم عن فوائد الصدور بشكل جميل لان هو اقتصادي، لانه فيه كميه لحم اكتر والدهن طبعا قليل زي ما حضراتكم شايفين، عشان كده بيعتمدوا للاعبي كمال الاجسام. بصوا كده ممكن ناخد بقى واحده من دي. هو طبعا مصدر جيد جدا البروتين الحيواني لانه فيه دهون قليله. بصوا ناخد هنا اهي، ها الجزء ده اشيل منها الحته دي بس الرفيعه دي بس كده. تعالوا بقى نبدأ نعمل الوصفة بتاعتنا، نعمل التتبيلة.
التتبيله عباره عن ايه بقى؟ ناخد كده انا هنا بسلق شويه مكرونه مع حضراتكم. بصوا مكرونه حطيت لها معلقه ملح صغيره ورشه زيت اهي، عايزين بس نصفيها. انا هحطها له هنا عشان محمد يصفها لي. ونبدا هنا ناخد التتبيله في بوله كده كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي مش كبيره، ادي الكبيره اهي. هنحط الزبادي اول حاجه بالميه بتاعته اللي احنا اتفقنا ان دي فيها البكتيريا النافعه. خلينا كده ناخد ايه الوسك ده اهو، ادي الزبادي مستردة. المستردة دي بتدي طعم للصدور روعه حتى في البانيه يا جماعه. والزبادي ده فوائده كتير جدا. معلقه كاتشب. عايزه اقول لكم هو الاختيار الامثل دايما للناس اللي بتحب الدايت، لان هو بيساعد في حرق الدهون اللي في الجسم وبيحسس بالشبع وبيدي شعور بالامتلاء لفتره طويله. في طبعا نسبه كالسيوم كويسه، في بكتيريا نافعه. وهناخد ده. عايزه اقول لكم البكتيريا اللي فيه صحيه للامعاء جدا، وبتسهل طبعا عمليه الهضم، بتقلل الانتفاخات والامساك. رشه ملح وفلفل، وبيساعد على ضغط يعني ضبط ضغط الدم، لانه في نسبه كبيره الحمد لله من البوتاسيوم. بصوا كده، عايزه اقول لكم نسبه الكوليسترول بتتحسن جدا بيه في الجسم، في ناس بترتاح جدا، و عشان كده هو بيقلل الاصابه بانسداد الشرايين وبيقوي الجهاز المناعي برضو. يعني كمان الناس اللي ممكن ترتاح مع الزبادي بتحس الفروق دي جدا. بصوا كده التتبيله دي، هنحط برضو الزيت في الاخر. انا مش هحط دلوقتي الزيت كده، بس خليني احط معلقه بسيطه من الخل او عصير الليمون. انا هحط معلقه واحده من الخل، وهحط برضو معلقه من عصير الليمون كده. تقدروا تقطعوها كلها زي الستريبس زي ما احنا عملنا كده، هتبقى جميله برضو. وايوه بصوا اهو كده، شايفين ازاي؟ هاخد شويه من عصير الليمون بسيط قوي، حبه نونو. مع الملح والفلفل، عايز يضيف بهارات دجاج ماشي، يدي طعم حلو. تتبله زي ما انتم عايزين، التتبيله دي رائعه. واللي عايز يزود اي حاجه من التتبيلات، هنسيبها في التتبيله دي على الاقل ساعه لو انتم مستعجلين، او لو عايزينها من بالليل للصبح عشان تستمتعوا بيها وتحسوا طعم الفراخ جميل ويعني تستمتعوا بيه. طيب هاخد كده الصاج ده هحطه هنا، وهبدا بقى همسح الجزء ده كده. وايه ونبدا ناخد جلافز تاني، وابدا اشتغل مع حضراتكم في البريدنج. البريدنج ده او الغلاف، الطبقه الخارجيه دي يعني في ايدينا نتحكم فيها. هاخد كده بسم الله. عايزين محمد بس يدخل ياخد المكرونه دي لو سمحتي يا ندى. طيب عندي هنا شويه جنين قمح، وعندي الدقيق بتاع الشوفان او الشوفان ده، وانا طحنته ماشي. وبعدين هزود برضو شويه من الشوفان العادي. عايزين تطحنوه كله وتخلوه كده كبديل برضو مفيش مشكله، اللي يريح حضراتكم. هحط عليه رشه من الملح والفلفل، ولو عندكم شويه من توابل الفراخ هتحطوه هتنكهوا ده. ممكن رشه زعتر كمان تتحط فيه الخليط ده تمام. وبعدين هاخد كده البيض هحطه في بوله تانية، والبيض لازم هو ده عشان بيض صغير، فانا هستخدم الثلاث بيضات، لكن لو انتوا عندكم هتستخدموا في البيض الكبير بيضتين بس كفايه للكميه دي. والبيض ده طازه زي ما انتوا شايفين، هحط معاه رشه ملح وفلفل برضو كده. ولازم ازود معاه شويه من الميه، احل بيها شويه الدرجه او اللزاجه بتاعه البيض علشان
اهو ما تثبتش وتبقى سهل عليا وانا بنزل في البيض والشوفان اهو. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ممكن بيض نحط عليه لبن او ممكن نحط عليه ميه زي ما انا حطيت، اللي يناسب حضراتكم اعملوه. طيب هبدا بقى، هاخد كده الصاج وهنزل الصدور المفترض اهي في البيض كده. شوفوا التتبيله عليها ازاي، تقدروا تحطوا توم باودر، بصل باودر، وهنا في البريدنج صدور صحية جدا. شايفين ازاي؟ وهنفرد هنا غيرها. بسم الله. شايفين؟ صدر كافي ووافي. طبعا بعمل شوية شوية وبزود وانا شغالة، يعني انا دلوقتي شغالة اهو، خدت كمية كبيرة لا بأس بيها ولسه فاضل شوية هروح مزودة، لكن ما احطش الكمية كلها من وانا بشتغل في البريدنج عشان يبقى عندي كمية لسه مش مبتلة او مش رطبة. تمام، هاخد كده، هناخد الصدر الجميل ده. طبعا كل ما تنقعوها في التتبيلة دي هتلاقوا طعمها حلو. بسم الله. تقدروا تقطعوها بقى يعني احجام صغيره، دي هنعمل جنبها كده شويه مكرونه لطيفه، نحاول بقى نعمل مكرونه ليها طعم حلو كده. واللي عايز يكتفي بالمكرونه المسلوقه بس ماشي، ممكن قوي. هاجي هنا بقى، شفتوا احتجت هروح مزوده شويه جنين القمح، شويه الشوفان اللي باقيين، ومش هنسى رشة الملح والفلفل، ولو حطيت بهارات. شايفين اهو، ده اللي انا اقصده مع حضراتكم حتى وانا بشتغل في البانيه. شايفين ازاي اهو كده. وهناخد صدر ده كمان هننزل في البيض اهو، حاجة مفيدة وكويسة. اللي حابب يطحن الشوفان ويخليه زي البقسماط ناعم كله مفيش مشكلة، في ناس بتحب تستمتع بطعم الشوفان ده، وفي ناس بتحب تحمص الشوفان وتستخدمه زي رقائق الذرة الصفرة اللي بتتاكل على الفطار مع شوية يعني فواكه كده مجففة، فبيبقى جميل جدا. انتوا عايزين ايه يا حبايب؟ ناخد كده قطعتين حلوين صغيرين. تمام، هناخد كده كام واحدة صغيرين دول برضو حلوين. حاضر يا حبايب قلبي، كده هعمل كده. دي اللي هما اللي قلنا عليهم الستريبس. بصوا جميلة ازاي، وبتبقى يعني فيها لحمة جوه وجميلة، وسواها في الفرن بيبقى رائع الحقيقة. يعني سوى الفرن ده ما هواش حاجة وحشة، هو حاجة صحية وجميلة، مش شرط يعني الاير فراير ولا حاجة، بس طبعا بما ان في ناس واصدقاء ليا بيبعتوا لي على الاير فراير فما فيش مشكلة خالص. طيب بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وببدأ ممكن احوش الخليط ده عادي جدا، انا هحتاجه في وقت تاني، يا دوب اضيف عليه. بروح محوشاه في كيس لو اتبقى عندي من الشوفان ده، واروح حطاه في الفريزر واكتب عليه ان ده دقيق شوفان استخدمه في وقت تاني. هاجي كده بالفرشه وفي بوله من البولات الصغيره الصغننين دول، ايوه، هنحط كده شويه من الزيت. بسم الله. ممكن بقى بالبخاخ هتبقى احلى، بس انا ممكن اعملها كده للي ما عندوش بخاخ. لا هنقلبه
والله يا استاذ فضل انا بحترم في سيادتك وجهات النظر، والله ما شاء الله. بص، ورق الزبده ده كان مدهون بس احنا مش دهنينه دهن قوي يعني، فاحنا لازم نعمل كده عشان ما يلزقش من الناحيتين كده اهو. اقل ما فيها ان هو ما ياخدش نسبه كبيره من الزيت اهو، وهناخد دي كده بسم الله، والناحيه الثانيه بسم الله، وهتدخل الفرن ونبدا. الفرن عندي شغال على حراره 180 على الشبكه في النص بسم الله. ندخل الصاج الحلو ده بسم الله اهو، هسيب بس مسافه ما يبقاش قريب قوي لو انا مش هشغل الشوايه دلوقتي، انا كده فرن ومروحه خلاص اهو. يلا بينا نبدا نشوفه مع بعض هيطلع شكله عامل ازاي. طبعا ممكن نقلبه على الوش التاني لو حسينا ان الوش ده اخد اللون واكتفى، ممكن نقلبه الناحيه التانيه ونتعامل عادي.